حطيت البيبس على سلك المواعين وبجد ما توقعتش النتيجة. الفيديو بتاعنا مليان أفكار بجد هتعجبكم وهتستفادوا منها. أنا سمر ودي قناتي، أتمنى تشتركوا عندي وتفعلوا الجرس عشان كل ما نزل فيديو تتفرجوا عليه على طول. أول فكرة معايا إزاي تحافظ على الليمون ما يبصش منك بكل سهولة. هنجيب علبة ونحط فيها الليمون، وأهم حاجة الليمون يكون مغسول ونشف جدا، مفهوش ولا نقطة مية. هنرص بقى الليمون في العلبة كده، وبعدين هنضيف له بقى حبة رز. الرز هيمتص كل الرطوبة اللي فيه. بعد ما هتحطي عليه الرز هتحطيه بقى في درج التلاجة ومش هيجراله أي حاجة، هتحطيه بالعلبة بتاعته كده بجد مش هيجراله أي حاجة لمدة 10 أيام. أنا قلتلك قبل كده إزاي تقدري تحافظي على كل الخضروات اللي عندك في الصيف في فيديو قبل كده، هحطلك اللينك بتاعه في صندوق الوصف. تاني فكرة معايا إزاي بقى تخلي ريحة رخام المطبخ كله حلو وكمان تطهريه. أنا عندي هنا بولة هحط فيها ربع كوباية من المية، وزي ما احنا شايفين كده معلقة صغيرة من الخل ومعلقة صغيرة من البرسيل الجل أو دوني، يعني اللي عندك اعملي بيه، أهم حاجة تبقى ريحته نفاذة كده. وهتجيبي بقى قماشة أو قطن وتعملي على كل الرخام اللي عندك، بجد هتطهريه وهتخلي ريحته حلوة قوي. تالت فكرة معايا السلك بتاع المواعين علشان تقدري تحافظي عليه لتاني يوم ما يجرلوش أي حاجة وما يصديش وما يبصش منك. هتجيبي كده علبة نظيفة وتحطي فيها مية وتحطي السلك، أهم حاجة يبقى السلك بتغطي كله بالمية زي ما احنا شايفين كده، هتقدري تحافظي على السلك لتاني يوم مش هيجرله أي حاجة وتقدري تستخدميه تاني. ورابع فكرة معايا بقى وهي الفكرة الأساسية بتاعت الفيديو، تعالي بقى نحط البيبس على السلك ونشوف النتيجة. الفكرة جربتها وعجبتني وقلت لازم أفيدكم كمان. هتجيبي بقى البيبس اللي بيبقى متبقي عندك والصودا كده راحت منه ومحدش راضي يشربه، هتجيبيه وهتحطيه على سلك المواعين في بولة زي ما احنا شايفين كده. هتجيبي بقى كل كمية البيبس اللي عندك تقريبا نص كوباية، وهتحطيها على السلك كده، وهتحطي عليهم معلقة كبيرة من صابون المواعين بتاعك، وكمان هحط عليه رشة كده من البيكربونات. تعالي أقولك بقى الفكرة دي هتفيدنا في إيه. الفكرة دي بقى هتفيدك في إنك تلمعي أي ستلس عندك، أي ستلس عندك، حلل أو معالق أو حتى الحوض بتاع المطبخ، هتقدري ترجعي له اللمعة بتاعته. بصي بمجرد بس ما تدعكي كده، بصي الستلس رجع له اللمعة وكأنه لسه جديد. أنا هشطفه وهتشوفي بجد الفرق في شكل المعالق. تعالي بصي شكلهم بقى، بصي لمعتهم بجد تحفة جدا. بدل ما ترمي بقية البيبس اللي محدش راضي يشربه، هتاخديه وتلمعي بيه كل الستلس اللي عندك، وكمان عملتي بيه كل الحنفيات، بجد فرقت جدا. تعالي شوفي الشكل برضو بعد ما هغسلها. تقدري تعملي في أي حاجة استلس عندك، وكمان حوض المطبخ. بجد لمعتهم هترجع حلوة قوي. أتمنى بقى تكون أفكار النهاردة عجبتكم واستفدتوا منها، وأشوفكم في فيديو تاني بأفكار تانية إن شاء الله.